عايش في جحيم الطبيب المقيم، عايش 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 عايش في جحيم الطبيب المقيم. التي أراد بها الأطباء المقيمون اليوم أن تكون من مدينة وهران، وبتجمع العديد من ولايات الوطن الأطباء المقيمون هنا بمدينة وهران في مسيرة ضخمة ليعبروا عن آرائهم وليعبروا عن غضبهم. كما ترون المسيرة كبيرة جدا تمتد إلى كل شوارع وهران اليوم. مسيرة الأطباء اليوم، كل الشوارع مغلقة وكل الطرقات مغلقة بسبب هذه المسيرة الضخمة التي أتت من مختلف ولايات الوطن هنا بمدينة وهران.